ينضم إلي هنا في الاستوديو في أدبك توماس جانجو، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس. مرحبا بك على شاشة سكاي نيوز عربية. دعني أبدأ وإياك عن هذا الاستثمار الذي تم توقيعه ما بين شركة بورياليس وأدنوك لتوسعة مجمع بروج لإنتاج البولي أوليفينات. حدثنا أكثر عن الشراكة، المبلغ المستثمر والهدف منه. نحن فخورون جدا بهذه الشراكة، فهي شراكة طويلة الأمد. أنشأنا وحدتنا الأولى منذ 20 عاما، وكانت حينها قدرتنا الإنتاجية عند 50,000 طن، بينما وقعنا هذا الأسبوع على اتفاقية تسمح لنا بتوسيع هذه القدرة باستخدام مصنع بروج 4. وقعنا على استثمار مشترك تصل قيمته إلى 6,200,000,000 دولار. نحن نؤمن أن هذه الشراكة رائعة ونريد المضي قدما بها. خبرنا أكثر عن الهدف من هذه الشراكة ومن هذه التوسعة بالتحديد، خصوصاً أنه ما سينتج هو أكبر مجمع تقريباً في منطقة واحدة لإنتاج البولي أوليفينات. من سيخدم وما هو المستهدف ربما حتى جيوغرافياً من أسواق؟ النمو المتوقع للبولي أوليفينات هائل، لا سيما في منطقتي آسيا والشرق الأوسط، وخلال السنوات المقبلة سيستمر هذا النمو، ونريد تزويد عملائنا بهذه المواد. ومن خلال استثمارنا هذا نستهدف مجالات تحتاج نوعيات معينة. نحن ننظر في منتجات للبنى التحتية مثل أنابيب إمدادات المياه وأيضا إمدادات الطاقة، ونعلم جميعا مدى أهمية إمدادات الطاقة، إذ تحتاج إلى توصيلات أسلاك وكابلات مصنوعة بمعظمها من البلاستيك، وهذه هي المنتجات التي نعمل على إنتاجها. ينمو السوق بسرعة، وقررت أدنوك وبورياليس النمو معا في هذه المنطقة. أنتقل وإياك إلى موضوع آخر. هناك مجموعة من المبادرات التي قامت بها بورياليس وأنا شخصياً أتابعها، من ضمنها Project Stop. خبرني أكثر عن هذا المشروع واللي بدأ قبل فترة وبدأتم تتوسعوا فيه في العالم، أين أصبح المشروع؟ شكراً على طرحك هذا السؤال. هذا من بين مشاريعنا الرئيسية ضمن رحلتنا نحو الاستدامة، وقد تشرفنا عام 2019 بالحصول على جائزة أديبك لمشروع بروجكت ستوب. كنا بدأنا العمل في 3 مناطق بإندونيسيا لبناء مرافق لإدارة النفايات، وعملنا مع المجتمع المحلي والحكومة، إذ كان من المهم بالنسبة لنا بناء هذا النظام ووقف رمي النفايات، ولا سيما البلاستيك في الأنهار التي ينتهي بها المطاف في المحيطات، وهذا أمر أردنا تفاديه. وخلال العام الحالي أجرينا التزاماً كبيراً بتمديد المشروع حتى عام 2025، إذ سنرفع قدرته بعشرة أضعاف لمساعدة 2,000,000 شخص، وسننشئ مرفقاً أكبر لإدارة النفايات الذي سيسمح بخلق الوظائف. هذا المشروع مستمر في إندونيسيا لأنها من بين المناطق الأسرع نمواً، والتي تشهد كميات هائلة من النفايات المرمية في المحيط. نعمل مع شركائنا مثل سيستميك وغيرها على هذا المشروع، لكن لا تزال هناك فرص للانضمام إلينا، وإذا أراد أحد مساعدتنا في هذه المبادرة لن نتردد في تأسيس شراكة لنواصل النمو بحلول عام 2025. سؤال آخر توماس، من ثاني أكسيد الكربون للأحذية الرياضية، ما الذي تقوم به بورياليس؟ خبرنا هذه القصة. هذا فعلا من بين المشاريع الرائدة فعليا برأيي. نعمل ضمن مجالات مختلفة نبحث من خلالها عن إمكانية تطبيق الاقتصاد الدائري ضمن الدائرة الكبرى، حيث نستخدم ثاني أكسيد الكربون ونعيده إلى الحلقة. نعمل على مشروع مشترك مع شركة أون، وهي مصنع للأحذية الرياضية، وشركة لانزاتيك على مشروع حيث نلتقط ثاني أكسيد الكربون لتصنيع الإيثانول الذي بدوره يستخدم لتصنيع البلاستيك الضروري لإنتاج الأحذية ذات المواد الخفيفة والمتينة. وعلى الرغم من ضرورة تلبية الكثير من المواصفات في هذا الإنتاج، أظهرت بورياليس روحها الريادية مع شركائها. هذا ليس المنتج الوحيد الذي نشارك في تصنيعه، لكن يبدو أن هذا المنتج قد حاز على انتباهك. أنا طبعاً أعتقد بأنه العالم بحاجة إلى المزيد من المبادرات نظيفة كهذه للحقيقة. أنا أشكرك توماس جانجو الرئيس التنفيذي لبورياليس على لقائك معنا اليوم، وكل التوفيق لكم في مشروعكم القادم.